استغفر الله، ليش انقطعت الكهرباء بهالوقت يا ربي؟ مو بتعتبري الحجارة شهادة؟ خلي كل هالحجارة اللي بالقصر تشهد اني جبت لك شي ماله كذب. انا معي شي بيخصك. انت ما عاد في معك اي شي بيخصني يا ميران. يلا روح ولا بصرخ، اذا شافوك هون ما بيتركوك عايش. صرخي، خليهم يجوا يقتلوني، ما بتفرق معي. شو هاد؟ أول مرة شفتك فيها. هاد إلي، ضيعته من زمان كتير. أنت وين لقيته وشو عم بيساوي معك لهلا؟ شو صار؟ ليش ما صرختي؟ ما فيك تكوني لحدا غيري، انتي إلي ريان، ما راح اتخلى عنك ابدا. انا كنت إلك وبس، بس انت علمتني انه ما بقدر اوثق فيك. مو بدك الحجارة تكون شهادة؟ خليها تشهد على هالشي. أنا ما عاد أوثق فيك أبدا. مو قلت لي رح توفي بكل الوعود يلي أعطتني إياها؟ رح أمسكك إذا وقعتي، وإذا ما قدرت إني أمسكك رح نط وراكي. بس أنت كنت حجرة بطريقي يا ميران، يعني أنت اللي وقعتني مو أي حدا تاني. رح صلح كل شي، وأنا بوعدك كل الأمور رح تزبط، وبوعدك كمان رح خليكي تطلعي فيني بعيونك يلي كلهم ثقة. تعالي معي. بصفتي مين؟ بصفتي عشيقتك ميرا. لا عاد تطلع قدامي ولا تخليني اشوف وشك مرة تانية. لا تحكي شي، ما عاد بدي اسمع منك ولا كذبة بعد يلي قلته. يلا روح عالمكان يلي بتنتمي لإله، على بيتك، لعند مرتك.